الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والدين تان جاء على حي والدين سلامي سلامة السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والدين تو حاجة باللابي لأنه وحا إذي ودا بوغاكتي أي إذير ودا ربينا وحير شرحه والدين تشرفت له مركا شنطان بوك خد كهر واقعي دي نهي بوغا نغا مقناي بوغا الحمد لله هو إماضي تاسي نكو بشارينا وحير وحار بوغاكتاني أهميدو دينا كهدلو سأكتهين إلمها إلا التربية دي ووحياله أقومهم سنواي إن قفك لبرو ina cunugan bartid asigoo yar nebiga sallallahu alayhi wasallam abdu abbas as todoba jir ah ayuu riyaa ayuu baray yaa gulaam ixfad illaah yaxfadku wuu xifdiyey yaraa markii qulmaha wax lagu xifdiyey wax walba way xifdinay markii wax lagu baro tayib kitaabka markaa waxaa ku jira kitaabada hadda korna waa sharxi maxay wax yaraan ku celinay idoo duruusna insha Allah waa samayn doonaa waxaa ku jira waxaa waaye duruus oo qof walba u baahan yahay bidaat ilmay u baahan yihiin mid walba waxaa ku jira saddex maada ku jirto مادة كوبات حاول كم بلعبنا كتابك primary أورت عروت يرون أو ترى كلني وحاول كم بلعبنا primary مركز ترى أو number one level one وعي وعي العقيدة monotheism أما توحيدك توحيدك وحاول أوجه الرأي ابن آدم كلو باعي إلا برواية ومن نمر إلهنا كليس طيب وحاول أوجه الرأي المهنة بريس مركز مسكح حديث أتكو حريص دو حواي من ربك ربك يا واي المهم عقيدة أهاني قلبي وسوقلي وكجوابه وحولي إذا عربي إنجليش واي جوابتنا وربي الله my رب أو my lord is الله إله ربي طيب سؤال شاء الله ماذا كوحي جنس ياكو أبوري والي النبي قال يا واي دين تعذي يا واي والدك المهم حتى قال والدك هذا وقال وين يحي والدك قف وين سوماهن وفي رسول يسا يا أبوري والدك هذا sidoo kale uu kashigeenaysa su'aala cirka yaa abuuray cirka waa wax weyn waay cirka waa weyn waa caruurta waa la weynya anaga sidiisa cirka waa khalq makhluuqaadka ilaahay uu waa weyn waa cirka yaa weydiinaysa yaa abuuray marka su'aal iyo jawaaba ilmahana waxay wax ku fahmaa waxa waaye su'aal iyo jawaab caqiidada markaa dhameynay kadib waxaa ku xigto asmaa'ullaahi alxusna magacyada alle ee war wanaagsan ilmaha la baro إله ما قعيه لله رحمن رحيم ملك مدول بمعنيه إنه شيء قوي رسول كان تحديث إنه شيء إله وحوله سجاشني سجال ما قعيه ليه قف ذي حفدي جن وقلا تاز معنى هذا وحلاقه إيمان ترى هذا عشر كذا كشيء كينا عقيدة وفرض ما ذكر دي بحاجة حدنا أذكار إلما تسلكيش هو باهين دعوه هو باهين إلما هلا برأيه هو جفوا كم حاقو قرن مكة أنت هذا سيح على محله هيسا بركاسوك على محله هيسا وهو شيء سأصابته الوضع هاي محيطها كدب مركز جود من كدب وحوق جود بين آداب أما أخلاق المها لبرايو أخلاق المها بريساي مثلا انتظر عن تانك هذا مركز روح عايش يكين وانتظر إني بطيب فضلي النعمة إله نسي ضد بدن أي سنة هاي سنة طيب نعمة إله نسي سالو استعمالها نمبر ون في المحالة جاك بها منو جم حالة جاك بها وحوق هري اللي جاك بها محاوى سم الله وأشيء جيسا مركز سببته ميك تكون سيدي كودو ودا كون وحيد ان كنت مركي اي شيء كيس كدب دنو حاجه شيء كيني سيدي بيه وعبيسا كدب انا شيء اي شيء كيني مركو لما كدب حل سؤال وين كان كج جواب سؤال هو كج جواب كدب مولتيبل جويس واي مولت قارب هو كج جواب كدب حل هذا مركه شهاده سينس او قوليس حتى هدا واي سيد معلم برو اديغا بري كرت لان وحفظ فيري سمبل واي فيري سمبل كاس نمبر 1 واي وحنا وحي نمبر 2 او ماشي كي كسي ودايو عقيدتي او هو سيم تيم واي عقيدتي اي اكو هو ريس وا كان كي هو نمبر كان برايمري نمبر 2 واي سيميلر تي او كوسو على توحيد بك اذكارت ودعوين كو شاكي عقيده ما كان بحال كلي بحال شاكينينا دعاء على شاكينا اركان الاسلام اكو جرت كان مركز وبوغ كرسي اد ومركز دروس اي سي بدنيسو اسماء الله الحسنى كاس وحا كو جرت شنا كو جرت كان تضبا كو جرت كان كلو كسي وينانا مركا اسماء الله الحسنى كو جرت كدب اهداف كي هو حاجه شاكيني aadaabta waxaan soo sheekeynay cuntada Soomaan ka waxaan ka sheekeynayna marka aadaabta noonka hurdada xanafta ka inay cuntay intaana si xan maxaa laga baahan yahay list dhana meesha ugu qoran aga sheekeyni sid marka tayib aadaabta kan labaad kan saddexaad inoo ugu xigo oo ki saddexaad waa kan same thing way number 3 way primary number 3 ku qoran sheekii horo qoro ku socda kan waa special waa asiga weesada lagu talagalay ilmaha waxay wax ku fahmaa waxa xuruuf gaagaaban iyo kelmo gaaban wax ku fahmaa inta la weesiisan waxa laga baahay 1 2 3 4 waa wadiisan waxa mid walba waxa ku qoran 5 6 7 8 saasa ku wadiisan waxa
9, 10, 11 markuu weysadan dhameeyay kadib waxaan u gudbaynaa marka salaada weysadii uu dhameeyay soo si loo weysaysto kadib waxaan baryaynaa marka waxaa leenaa salaada salaadii maxay tahay salaad ahmiyadeeda ay sheekeynaysaa marka weysada dhammaato kadib waxaan u gudbaynaa beytka 13aad salaada salaam maxay tahay masaajidka tusaysaa inta salaada oo la tukaday inta rakcay tahay kadib maxaa laga raadan sidoo kale markuu dhammaado kadib waxaa siinaysaa marka waxaa la dhahaa imtixaana weydiinaysa su-aal su-aal iyo jawaabo weydiinaysaa su-aashii jawaab final exam wuli markuu ka jawaabo kadib haddana meeshan waxaa siinaysaa shahaada siinaysaa shahaada siinaysa ilmo marka shahaada la siiyo jecel yihiin kii last week naga maqnay alxamdulillah wanuu yimid waa kani atowxiid waaye kitaabkan from beginning to the end wuxuu ku sheekeynaya towxiid wuu ku sheekeynaya arkaan alislaam maxay tahay arkaan aliimaan maxay tahay ilaahay muxuu kuu abuuray magaceeda alla wan wanaagsana ku jiro ayib zakada goormaa la bixiyay maxaa loo bixiyay waa sida loo bixiyay arkaan islaam soo kamida zakada waa tani maxaa loo bixinay sababta loo bixinay maxay tahay xajka maxaa dhex loo sameeyay saasa marka loo sameynaa waa la wadaa sidaas saasaa la wadaa marka kanna waa kaasi towxiidka waa kani kan waa wada naqaanaa kulligeena waa kitaabkeena maalin waaba farxad oo ducada insha allah dadkan dadka badi waa qaateen qofkii raba isna waa duco aada u qiimo badan oo maalin walba ducaa u baahan tihiid duco kasta markay aqrinaysid sababta u aqrinaysid maxay tahay ducaa qabla alwuduu bacd alwuduu maxaa la dhahay sababta lagu dhaha maxay tahay maxaa ku helaysaa haddaa habeenkii soo walwa soo qarawdido kor dad qaarkood soo meja soo qarwaan maxaa la akristaa dad qaarku hurdada kasoo naxaa jira khaalid bin waliid dhibkaas qabi jiray nebiga u tamay nebigii baray marka kitaabada waa kuwan jazaakum allahu khayran shantan kitaab waa kuwii caruurta waa muhim waayo qof kastoo caruurta leh haloo gada waalidiinta sometimes waxaa la ayaga inay gataan lakin caruurta aysan u gadin fadlan caruurta haloo qaado insha allah tacaala kanna adiga naftarkaa ka faa'idaysa ilmaha ku arka adu wax aqrinaysid jazaakum allahu khayran baraka allah fikum dartiisa inay jeclahay haddaa u baahantid waa lasoo xiriiri kartaa nambarka meesha ku jira waa lasoo xiriiraysaa marka insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu